تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المستماني يحييكم، السلام عليكم. الصين تواصل التحدي وتستثمر في أكبر حقل غاز في العالم. إيران فيها بترول فيها غاز، كان في اتفاق نووي مع الغرب، بدأ الاقتصاد الإيراني يتحرك. الأمريكان بعد كده وقفوا هذا الاتفاق، والرئيس ترامب خرج من هذا الاتفاق، وبقى في عقوبات على أي شركة رجعت تشتغل مع إيران إنها تكمل شغل مع إيران. شركة توتال الفرنسية عندها هناك شغل كبير جدا بحوالي 5 مليار دولار. الشغل ده في حقل غاز اسمه بارس، ده من أكبر حقول الغاز في العالم، والبعض بيقول هو أكبر حقل غاز في العالم. شركة توتال الفرنسية بدل ما تكمل وتكسب كتير جدا خايفة من عقوبات أمريكا وعقوبات الرئيس ترامب، فبدأوا يخرجوا من العمل في إيران. مين بقى حل محلهم وتحدى الرئيس ترامب؟ الصينيين. الشركة الوطنية للبترول في الصين، دي من أكبر 5 شركات في العالم، اتكلمت مع الشركة الوطنية للبترول في إيران، والاتنين عملوا اتفاق خطير جدا إن بموجبه الصين هي اللي تاخد هذا الحقل وتستثمر فيه وتشتغل فيه. بالنسبة للصين بتقول إن كلام الرئيس ترامب وأي قرار أمريكي وأي حكم محكمة أمريكي مش ملزم للصين، ده ملزم لأمريكا، إنما الصين مش ملزمة بأي شيء يصدر من أمريكا، ده يخص أمريكا وحدها، ده مش قرار مجلس الأمن ولا قرار أمم المتحدة. وبالتالي الصين هتستثمر في إيران وهتكمل مع إيران ولن ترضخ لأي قرارات طالما أنها مش أممية. لكن في نفس الوقت الحكومة الصينية ما وقعتش لسه بشكل نهائي على هذا العقد، إما انتظارا أنه إيران تحل مشكلتها أصلا مع أمريكا، بس تكون الصين كسبت وفي الوقت الحساس ده تكون خدت هذه الأماكن المهمة من الناحية الاقتصادية في إيران، والناس بتخرج اللي هم الأوروبيين بيخرجوا، الصينيين بيدخلوا إلى إيران. لو حصل تسوية خلاص تكون إيران، تكون الصين موجودة كأمر واقع. والاحتمال الثاني إن حتى لو الأمور اتدهورت، الصين بتستورد ب 15 مليار دولار سنويا بترول من إيران، وبالتالي ما تقدرش في أي وقت تقطع علاقتها بإيران، وبالتالي ممكن أيضا تتحدى قرارات الرئيس ترامب. زي ما قالت الصين دي قرارات داخلية وتخص الرئيس الأمريكي ومحاكم ومحاكم داخلية، إنما الصين مش ملزمة بالسياسة الداخلية الأمريكية. إذا ده تحدي جديد من الصين لأمريكا فيما يخص الاستثمار في الصين، وأخذت أكبر حقل غاز في العالم كان موضعا لاستثمار شركة توتال الفرنسية. هل يكرر الرئيس ترامب الخطأ التاريخي للرئيس هيربرت هوفر؟ في رئيس أمريكي اسمه هيربرت هوفر، هو يعتبر أفشل رئيس أمريكي. هيربرت هوفر كان موجود في البيت الأبيض وفي أزمة اقتصادية بادئة في أمريكا والعالم، إلا إن الرئيس هيربرت هوفر ما كانش بيستجيب لأي حد، فالمثقفين والخبراء وعلماء الاقتصاد كلهم بعتوا رسالة موقعة منهم للرئيس هوفر بتقوله إما إنك تعمل هذه الإصلاحات الاقتصادية، وإما إن هذه السياسات هتؤدي إلى انكماش وإلى كساد كبير، وأمريكا تدخل على أزمة اقتصادية كبرى. نفس اللي حصل مع الرئيس هوفر حصل مع الرئيس ترامب، إن في أكتر من 1000 مثقف وخبير ومفكر ورجل اقتصاد وبعضهم مستشارين سابقين لرؤساء أمريكا بعتوا رسالة للرئيس ترامب إن هذه السياسات هتؤدي إلى انكماش وإلى كساد كبير، وإن الحرب التجارية اللي بتاخدها هتؤدي إلى كساد كبير جدا ويؤدي إلى أزمة ضخمة في أمريكا. بعض المحللين بيقولوا الموقف دلوقتي غير الموقف زمان، ورئيس ترامب عنده مؤشرات اقتصادية كويسة جدا متعلقة بمعدل النمو ومعدل التشغيل، وبالتالي في مبالغة كبيرة جدا لو احنا شبهنا الرئيس ترامب بالرئيس هوفر. انما محللين اخرين بيقولوا لا، ممكن فعلا ده يؤدي الى كساد كبير، وممكن يكرر تجربة هوفر. لا هوفر كان بيسمع الكلام
ولا الرئيس ترامب بيسمع الكلام، وممكن يكون العالم مقبل على مشكلة وتكون أمريكا نفسها مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة. هل العالم على وشك الدخول في مرحلة الكساد الكبير مرة أخرى؟ حضراتكم سنة 1929 ثم الثلاثينات دخلت أمريكا والعالم في أزمة ضخمة اسمها أزمة الكساد الكبير. البعض بيقول دي كانت ليها ظروفها، وإن الوضع الآن مختلف، وإنه حتى لو الرئيس ترامب ما سمعش الكلام زي الرئيس هوفر زمان ما سمعش الكلام، ده مش هيؤدي إلى كساد كبير ومش هيحصل هذا الانكماش الخطير. إلا إن البعض بيقول الرئيس ترامب يسمع ما يسمعش، اللي هيحصل أزمة كساد كبير في أمريكا والعالم، لأن هذه الأزمة كانت موجودة بدايتها 2008، وبعدين كل بنوك الغرب اتدخلت وأنقذت هذه المؤسسات من الإفلاس، إنما لم يتم وضع حل استراتيجي، وبنية الاقتصاد العالمي هتؤدي بالضرورة إلى أزمة اقتصادية عالمية كبرى على غرار الكساد الكبير. يبقى احنا في الكساد الكبير في عشرينات القرن العشرين والثلاثينات بالطبع، يعني آخر عشرينات كل الثلاثينات، وبالتالي ممكن يكون في أزمة كساد كبيرة جاية في القرن الحادي والعشرين، بغض النظر عن الرئيس ترامب أو ما بعد الرئيس ترامب. ده جزء من حركة التاريخ ودورة الاقتصاد وبنية النظام الاقتصادي العالمي، لأنه أمريكا عندها أزمة ديون كتيرة جدا، عندها عجز موازنة كبير جدا. طبعا أمريكا بتطبع دولارات زي ما هي عايزة، فطبعت تريليونات الدولارات أثناء الأزمة 2008، لكن لم تغطي هذه الدولارات ببضائع، وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى أزمة كبيرة. أضف إلى ذلك إن رئيس ترامب عايز يشغل المصانع في أمريكا، لكن الناس البسطاء والعمال متصورين إن ده بالنسبة لهم هيبقى كويس، إنما أمريكا عايشة بوضع اقتصادي ووضع معيشي أفضل بكتير جدا مما ينبغي. يعني المفروض يكون الأمريكان في وضع معيشي أقل من كده، هم عايشين أكتر من قدراتهم، وإن الديون وطباعة الدولار تغطي هذا الأمر. لكن بعد شوية لو حب يشغل مصانع، المصنع مش هيكسب في إطار المنافسة مع الصين وغيرها إلا إذا أجور زهيدة للعمال. يبقى العمال اللي مبسوطين جدا دلوقتي إن في مصانع هتشتغل، قدام هيواجهوا مشكلة كبيرة، لأن هذه المصانع ما تقدرش تنافس مصانع الصين ولا تربح إلا إذا العمال نفسهم يكون عندهم أجور زهيدة زي العمال الصينيين، وبالتالي عجز الموازنة وزيادة المديونية وطبع الدولار وبالتالي التضخم اللي ممكن يحصل وعدم القدرة على المنافسة، كل ده ممكن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة في أمريكا، يقود إلى كساد جديد، يبقى كساد القرن الحادي والعشرين زي ما كان في كساد القرن العشرين. ده تحليل، وفي مثقفين ومفكرين مع هذا الرأي، إنما في آخرين أكثر تفاؤلا بيشوفوا إن أمريكا ممكن تتجاوز أزمة المديونية، وإن ممكن الاقتصاد ينطلق، وإن العالم ممكن يشهد موجة من الانتعاش وليس الكساد. إذن في رأيين، إنما الرأي اللي بدأ يزيد في العالم هو الرأي للأسف اللي بيقول إنه قد يكون هناك كساد جديد في القرن الحادي والعشرين مثيل ما حدث في القرن العشرين. 4. المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين، العالم يتحرك. في بحر قزوين، بحر مهم جدا من ناحية الجيوسياسية، بحر قزوين مساحته أكتر من تلت أو قرابة تلت تريليون كيلو متر مربع، بالتالي مساحة دولة كبيرة. في 5 دول تطل على بحر قزوين، في روسيا على بحر قزوين، إيران على بحر قزوين، أذربيجان على بحر قزوين، كازاخستان على بحر قزوين، وتركمانستان أيضا على بحر قزوين. 5 دول بيطلوا على بحر قزوين، بقى لهم فترة مختلفين، هل ده بحر ولا بحيرة؟ لأنه بحر مغلق، فهل ده بحر ولا بحيرة؟ لو هو بحيرة ده ليه ترتيب في القانون الدولي وملكية المياه والثروات، غير لو هو بحر.
ده مش جدل بيزنطي ان بحر ولا بحيره مش هيفرق. لا يفرق، لو قلنا انه بحر يبقى في نتائج قانونيه واقتصاديه تختلف عن انه بحيره. في كل الاحوال القاده اجتمعوا اغسطس 2018، 5 دول القاده حضروا علشان الاستثمار في بحر قزوين. الايرانيين قالوا نعمل منطقه تجاره حره لبحر قزوين، 5 دول. الكازاخيين قالوا لازم نتعاون مع بعض ومفيش قواعد عسكريه امريكيه زي ما اتقال في بلدنا، انما الامريكان لهم حق استغلال سكه حديد وهم بيمروا لدعم الجيش الافغاني في مواجهه التطرف والارهاب هناك، ونفس الاتفاق اللي كان موجود مع دول اخرى بما فيها روسيا، مفيش اي قاعده امريكيه موجوده في كازاخستان، وبالتالي ممكن يكون في تعاون بين هذه الدول. كذلك الرئيس بوتين قال ان احنا هنؤسس منتدى دول بحر قزوين، وده طبعا لما يحصل هيبقى ليه تأثير كبير جدا على شرق العالم. القوة الصلبة، القوة الناعمة، القوة الذكية، هكذا تحدث جوزيف ناي. جوزيف ناي أستاذ علوم سياسية بارز في جامعة هارفارد، من أشهر علماء السياسة في العالم اليوم، مؤلف الكتب الأساسية عن القوة وعن القوة الناعمة. جوزيف ناي أسس مصطلح القوة الناعمة، في مصطلح القوة الصلبة، وفي مصطلح القوة الذكية. ماذا يعني جوزيف ناي بهذه المصطلحات؟ ببساطة حضراتكم بنتكلم على 3 مصطلحات. القوة الصلبة، مثلا 3 مربعات اهو كده، هنا القوة الصلبة، وهنا الناعمة، وهنا الذكية. القوة الصلبة اللي هي بنسمع كلمة العصا والجزرة. العصا اللي هو السلاح، الجيش، والجزرة الاقتصاد. يبقى عايز يستخدم القوة الصلبة، بيستخدم الجيش، يعني بالقوة الدولة دي هتعمل كده، ده استخدام القوة الصلبة. كمان الاقتصاد أو الجزرة أيضا جزء من القوة الصلبة. يبقى الدولة القوية اللي عندها قوة صلبة تقدر تعاقب بالجيش، تعاقب بالاقتصاد. ده الرئيس ترامب، الرئيس ترامب بيستخدم العقاب بالجيش، بيستخدم العقاب بالاقتصاد بالعقوبات اللي توسع فيها كتير جدا عن أي رئيس سابق. يبقى القوة الصلبة الجيش والاقتصاد، العصا والجزرة. الحاجة التانية القوة الناعمة، الثقافة والفنون والآداب، كل بقى السينما، كل عوامل الجذب والإقناع. يبقى كل اللي هو جذب وإقناع، اللي هو فيه ثقافة وفكر ونخبة وسينما ومسرح وغناء وموسيقى وكل ده، وجامعات ومراكز دراسة، كل ده وسياحة، اسمه القوة الناعمة. أي دولة لازم يكون عندها قوة صلبة ولازم يكون عندها قوة ناعمة. إنما استخدام بقى القوة الصلبة، إمتى استخدم الجيش وإمتى الاقتصاد وإمتى الثقافة؟ إزاي استخدم هذا المثلث الخطير؟ إمتى السلاح وإمتى المال وإمتى الفكر والإبداع أو استخدام السينما وما إلى ذلك؟ عشان تستخدم دول بأعلى كفاءة طلع هذا المصطلح اللي هو القوة الذكية. القوة الذكية بقى كيف تستخدم القوة الناعمة والقوة الصلبة؟ هيلاري كلينتون قالت إن إدارة أوباما استخدمت القوة الذكية. يبقى احنا ده 3 مصطلحات، القوة الصلبة اللي هي الجيش والاقتصاد أو السلاح والمال، القوة الناعمة الثقافة والفنون والآداب، وعندنا القوة الذكية تجمع بين القوتين. الأمر التاني اللي اتناقش فيه جوزيف ناي هو أين أمريكا الآن؟ في 3 مراحل لقوة أمريكا برضو. الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وبعد كده القرن 21. الحرب العالمية الأولى أمريكا ربع اقتصاد العالم، 1918. بعد الحرب العالمية الثانية بقت أمريكا ورشة العالم، أكبر ورشة في الكوكب كانت أمريكا،
فبقت كام؟ نص اقتصاد العالم. فالامريكان بيقولوا احنا تراجعنا، لان هم رجعوا بقوا كام؟ الربع. هو بيقول ما تراجعناش، احنا رجعنا زي ما كنا بعد الحرب العالميه الاولى ربع اقتصاد العالم، انما نتيجه الانهيار اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه والدول اللي انهارت اتقسمت واتبهدلت، احنا بقينا ورشه العالم، بقينا نص اقتصاد العالم. ده ما كانش وضع طبيعي، الناس دي تعافت ورجعنا مره اخرى ربع اقتصاد العالم. والنقطه الاخيره، الى اين يتجه العالم؟ في شرق وغرب، ادي العالم، ادي الغرب وادي الشرق. اللي بيقولوا اهم نقطه بيقولها جوزيف ناي في هذا السياق، القوه تنتقل من الغرب الى الشرق. هذا الاتجاه بتنتقل من امريكا واوروبا الى اسيا، يبقى انتقال القوه من الغرب الى الشرق من اهم التحولات. والامر الثاني بقى ما يسميه توزيع القوه. يعني لو قلت مين اكبر قوه في العالم الان، لازم يسالك تقصد قوه عسكريه؟ يبقى امريكا. قوة اقتصادية بأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي. بتكلم قوة ناس فوق الدولة، يبقى التنظيمات الإرهابية ومنظمات وغيرها اللي هي العابرة للحدود. في توزيع للقوة موجود في العالم. يبقى إذن توزيع للقوة وانتشار للقوة حول العالم، والأمر الثاني انتقال القوة من الشرق إلى الغرب، والأمر الثالث أمريكا ليست في تراجع، كانت ربع الاقتصاد بقت النص، رجعت تاني ربع الاقتصاد. والأمر الأخير إن أي دولة محتاجة القوة الصلبة والقوة الناعمة معا، أو ما يسمى بالقوة الذكية. هكذا تحدث جوزيف ناي. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.